يسعدون في قبورهم وتسعد أنت في دنياك كذلك. زياد صاعدي، وأنت ابن الجمعيات وتعرف حاجتهم الماسة لمثل هالأوقاف، وش تقول؟ أول شيء أبو عبد الإله، أنا أقول صراحة وشفافية، فعلا كما ذكرت أنا تواصلت مع مؤسسات كثيرة بمثل هذا الجو حقيقة، فعلا أعمالهم مرتبة ومنسقة، وكما تفضل الشيخ يكفي أن جاءت جهات رسمية واضحة، يعني على وضع النقة كما يقولون، يعني بالتطبيق بشكل سهل وميسر الإنسان يبادر كما تفضل المشايخ، ولا زيد على كلامهم شيء، لكن المؤمن يتذكر أنه يقدم لنفسه، والإنسان دائما سبحان الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أنت تضمن الأجر وتضمن ذهاب الخوف عنك وتضمن ذهاب الحزن عنك، كلها بماذا؟ بصدقة يسيرة، والمؤمن تحت ظل صدقتي أنا أقول أنفق ولا تخشى إقلالا، فقد قسمت بين الخلائق، أنفق ولا تخشى إقلالا، فقد قسمت بين الخلائق مع الأرزاق آجال، يا منفقا خلفا أعطيت منزلة، يا ممسكا تلفا تلقى وخسران، لا تخذلن لآب راد مسألة، جل الذي ساقه كافاك إحسان، إن التصدق إسعاد لمن حرموا أهل السخاء، إذا ما احتجتهم بانوا، داوي عليلك بالمسكين تطعمه، البذل ينجيك من سقم ونيران. أنا أقول بادروا وقدموا، وبإذن الله عز وجل تجدون عند الله عز وجل أمثال الجبال، وأنت تتعامل مع عظيم مع كريم سيخلفه الله عز وجل لك في دنياك وفي أخراك بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل من يجود كرمه أن تفرحنا كما قلتك في الأبيات الأول أنه يكتمل اليوم بإذن الله يا رب. يا كريم، الموضوع سهل على الجميع، 4000 شخص عيدها عشان سهلها، 100 ريال يكتمل وقفنا لأن أهل الخير مشكورين الجمعية يرسلون عليه في الواتساب تبرعات أهل الخير، هذه كلها الآن تبرعات أهل الخير اللي يشاهدون الآن. يعني هذه علي أبو روحين الغامدي تبرع ب5000 ريال، مشكور الآن يرسلون عليه قبل دقيقتين، الله يخلف عليه خير، آمين. أشار أخوي زياد إشارة جميلة، يتكلم عن داووا مرضاكم بالصدقة. نعم، اللي عنده مريض يحرص على الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما ينطق عن الهوى، هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. كل إنسان يعني يبادر لعلاج مريض، يعني بعضهم والله إنه دار على كل المستشفيات، دار على جميع القراء وعلى ما لقى علاج، يعني بادر أنت في مثل هذه الأوقاف وأنفق وأبشر بالخير وأبشر بالعافية، وعسى الله يمن عليكم بالعافية إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. هذا علي أبو روحين الغامدي يتبرع ب5000 ريال، وسيصلك الدرع يا أخوي علي بإذن الله لتهديه من تريد، وأيضا تبرعات أخرى اسمحوني بس أقرأ بعضها شكرا وعرفانا على الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائكم ودعاء من يشاهدنا، لأن هذا عمل